فيلم أنابيل. تبدأ قصة الفيلم ويا خوات اثنين شوفونه هن قاعدات يم الكاهن، وبدن ذن الخوات يسولفن انه بيوم عيد ميلادنا امنا جابت لنا هدية واللي هي عبارة عن دمية. لكن بمرور الايام الدمية بدأت تسوي اشياء غريبة ومرعبة، او ايضا هي بدأت تتحرك من مكانها. فيرد عليهن الكاهن ويقول لهن انه هاي الدمية مسكونة بروح شريرة، وهاي الروح الشريرة اسمها أنابيل. وقال لهن ايضا انه انت لازم تتخلص من هاي الدمية باسرع وقت. وهسه ننتقل للمشهد الثاني قبل هاي الاحداث، ونشوف اثنين متزوجين، ونعرف انه الاول اسمه جون، اما زوجته فهي اسمها ميا، ونعرف انه ميا حامل وهي على ابواب الولاده. او بعدها جون يفاجئ ميا بهديه، والهديه كانت عباره عن دميه على شكل عروس، لكن هاي الدميه كانت ملامحها غريبه ومخيفه بنفس الوقت. وباثناء ما ميا نايمه تسمع صوت اطلاق النار وصرخ جاي من بيت جيرانهم، فميا بسرعه تقعد جون من النوم وهي حكت له كل شيء. فجون بسرعه يروح على بيت جيرانه على مود يعرف شنو اللي صار. او بعد دقائق قليله جون يطلع من البيت وهو كان مرعوب وخايف، فبسرعه يطلب من ميا انه تتصل على الشرطه لانه صارت جريمه قتل بالبيت. وباثناء ما ميا جاي تتصل على الشرطه تلاحظ انه اكو شيء غريب بالبيت، بس فجاه يطلع لها شخص مختل عقليا وهو كان يريد يقتلها لسبب غير معروف، بس للاسف هو قدر انه يضربها بالسكينه اللي عنده بظهرها. ولما جون سمع صوت الصراخ دخل للبيت بسرعه على مود يدافع عن زوجته. او بعد معركه شرسه قدر جون انه يسيطر على هذا الشخص، وهو طلب من زوجته انه تطلع من البيت على مود ما يصيبها الاذى لا هي ولا الطفل اللي بطنها. بس قبل ما ميا تطلع من البيت تجي بنيه مجهوله وهي كانت تريد تقتلها، بس جون قدر ان يضربها باله حاده بطنها، فبسرعه تروح وتقتل باحد الغرف. وبهاي اللحظه هم جو وقدروا ان يقتلون هذا الشخص. ولما يدخلون على الغرفه على مود يقتلون هاي البنيه يتفاجئون لما يشوفوها ميته وهي حاضنه الدميه، وعلى اثرها يتم نقل ميا على المستشفى. لكن الدكتور يطمنها ويقول لها احمد ربك انه الضرب اجت بظهرك ولا جايه بطنك كان قتله الجنين. ويقول لهم ايضا انه حاله الجنين هي جيده جدا. وبعد مرور اكثر من اسبوعين ميا تطلع من المستشفى وهي كانت بحاله ممتازه. ولما يجي الليل ميا تكون نايمه وفجاه هي تقعد على الصوت جاي من احد الغرف. وبعدها جون يطلع على مود يعرف شنو هذا الصوت، لكن يتفاجئ لما يشوف ماكينه الخياطه مشتغله، فبسرعه هو يطفيها ويرجع لغرفته. وبالصدفه هو يشوف الدميه اللي جابها هديه زوجته وهي واقعه على الارض، فشالها وخلاها على الكرسي. ولما يجي ثاني يوم ميا تحس انه كل هذا اللي صار وياهم هو بسبب الدميه، فهي طلبت من جون انه يتخلص من عندها. ولما يجي ثاني يوم جون وميا يروحون على مود يقابلون المحقق اللي يكون اسمه كلارك، وهم حكوا له كل شيء صار وياهم. فيرد عليهم كلارك ويقول لهم انه هاي البنيه اللي هجمت عليكم اسمها أنابيل، والشخص اللي كان وياها هو يكون حبيبها. ويقول لهم ايضا انه أنابيل اتحدت ويا روح شريره وملعونه، ونعرف سابقا انه أنابيل قتلت اهلها وقدمتهم قربان للشيطان وللارواح. ويكمل كلامه ويقول انه الارواح الشريره استحوذت عليها هي وحبيبها وخلوهم يهجمون عليكم على مود يقتلوكم. فميا لما تسمع بهذا الكلام ترعب، وهي طلبت من كلارك انه ما يكمل هذا الحديث. او بعدها يرجعون للبيت وهسه نشوف ميا وهي جايه تخيط ملابس للطفل الجديد، بس فجاه هي تسمع صوت جاي من اتجاه المطبخ. ولما تروح على مود تعرف مصدر الصوت تتفاجئ لما تشوف المطبخ جاي يحترق، فهي بسرعه حاولت انه تطفي، لكن سوء حظها تفقد توازنها وتوقع بالارض. وبهاي اللحظه يجي شيء غريب ويسحبها من رجلها، وكان يحاول انه يدخلها للمطبخ على مود تلتهمها النيران، بس سرعان ما جيرانها يسمعون الصوت وهم اجوا بالوقت المناسب ونقذوها، وعلى اثرها يتم نقلها للمستشفى. او بعد دقائق قليله يوصل جون، لكن هو يتفاجئ لما يشوف زوجته وهي مخلفه بنيه جميله جدا، فقرروا انه يسموها ليا. وبهاي الاثناء ميا تطلب من جون انه يغيرون البيت مالتهم، وهي تقول له انه هذا البيت مسكون بالجن واني ما اقدر اعيش بيه انا وبنتي. وبعد مرور فتره زمنيه قصيره هو يستجيب لها ويشترون بيت جديد، وكانوا فرحانين كلش لان اخيرا تخلصوا من البيت المسكون. وهسه نشوف ميا وهي جايه ترتب بالغراض، بس بالصدفه تشوف الدميه اللي جاب لها جون، فجون يستغرب ويقول لها انه انا رميت الدميه بسله المهملات وشون هي اجت للصندوق. بس ميا ما تهتم لكلامه وقررت انه تحتفظ بيها على مود بنتها الجديده تلعب بيها، فهي خلتها بغرفه بنتها. وهسه نشوف ميا وهي نايمه هي وبنتها بسبب التعب الشديد، لكن فجاه تجي روح مسكونه على شكل بنيه وهي بدت تتقرب على ليا، لكن فجاه ليا بدت تبكي. ولما امها تسمع الصوت قعدت على صوت بنتها، بس فجاه الشبح يختفي. ومن يجي الليل نشوف ميا وهي جاي تتعشى لوحدها، بس فجاه تسمع صوت الموسيقى اشتغلت، فبسرعه قامت وطفتها. وبهاي اللحظه تسمع صوت جاي من اتجاه الشباك، فراحت على مود تعرف مصدر هذا الصوت، بس فجاه يصير شيء غريب وهي انه اجت رياح عاليه من الشباك، وعلى اثرها ميا توقع بالارض. وبهاي الاثناء هي تشوف بنيه صغيره، وميا بسرعه تروح على غرفه ليا
لكن الصدمة هي تشوف انه البنية كبرت وهاي البنية بسرعة هجمت على ميا، لكن هي تختفي فجأة. وهسه نعرف انه هاي البنية هي شبح انابيل. وبعد دقائق قليلة رجع جون من العمل، فميا حكت له كل شي صار وياها، بس هو ما صدقها وقال لها انه انت جاي تجيش تخيلات من بيتنا القديم. ولما يجي ثاني يوم ميا تروح على كلارك وهي حكت له كل شي صار وياها، وهو ينطيها ملف بكل معلومات انابيل. ولما ميا تشوف صورتها تعرفها لان هي نفس البنية اللي طلعت لها. وميا طلبت معلومات اكثر عن انابيل، فيرد عليها كلارك ويقول لها انه انابيل انضمت المجموعة اسمها اتباع العوالم، ويقول لها ايضا انه هاي المجموعة يعبدون الشيطان. بس بالصدفة ميا تشوف رسمة غريبة على صورة انابيل وهي كانت مرسومة بالدم. وبعدها تروح على مكتبة للكتب على مود تشتري كتاب اتباع العوالم، لكن بالصدفة هي تشوف جيرانها اللي يكون اسمها ايفولن، ونعرف انه ايفولن هي تكون صاحبة المكتبة. فميا طلبت من عندها الكتاب وبالفعل هي انطته اياه. ولما ميا ترجع للبيت بدأت تقرب الكتاب، بس بالصدفة هي تشوف نفس الرسمة اللي كانت مرسومة على صورة انابيل، وهذا الرمز عبارة عن حرف اكس. ونعرف انه هاي الرسمة هي رمز المجموعة اتباع العوالم، ونعرف ايضا انه هاي المجموعة لازم تقتل اشخاص من عائلتهم وتقدمها قربان للشيطان، وهذا الشيطان اسمه بافوميت. ونعرف انه هذا من اقوى الشياطين على الاطلاق. وفجأة هي تسمع صوت جاي من غرفة بنتها ليا، ولما تروح على مود تعرف شنو هذا الصوت تتفاجأ لما تشوف الالعاب جاي تتحرك، وبنفس الوقت باب الغرفة ينسد بقوة. فميا خافت كل شهواية على بنتها وهي بدأت تتباوع على بنتها من جوا الباب، وهي تتفاجأ لما تشوف الكتب جاي توقع بصفها. وفجأة الدمية توقع جوا الباب، هي حجبتها عن الرؤية. وميا بسرعة تدارك الموقف وقدرت انه تكسر الباب وتطلع بنتها. وفجأة هي تشوف الدمية طايرة بالهواء قدامها، وايضا هي تشوف روح شريرة شكلها مرعب ورا الدمية. وبنفس الوقت جون يوصل للبيت، لكن فجأة كل شيء يختفي. ولما يجي ثاني يوم يجي على ميا قسم من الكنيسة وهو طلب منها انه تجيب له الدمية. ولما القس يشوف الدمية يتفاجئ لان هاي الدمية هو شافها من زمان. فالقس بدأ يحكي ويقول انه روح انابيل ساكنة بهاي الدمية، ويقول لها ايضا انه الشياطين والارواح الشريرة تستعمل الدمى لغرض التخلص من الناس وقتلهم. فالقس قرر انه ياخذ الدمية وياه على مود يشيل الروح الملعونة من عندها. ولما القس يوصل للكنيسة يشوف انابيل قدامه، فالقس بسرعة كان يحاول انه يدخل للكنيسة، لكن اكو شيء غريب دفعه بقوة على الارض، وهنا انابيل تاخذ الدمية وتتركه، وعلى اثرها تنقل القس على المستشفى. وهسه القس يقول لجون انه انابيل تريد تاخذ روح بنتك ليا، وهي ما تريد تتعرض لكم، لان الشياطين يحبون الارواح الصغيرة، لان قلوبهم تكون بيضة وما بها حقد. وهسه نشوف ميا بالبيت وكانت وياها جارتها ايفلين، وفجأة هي تسمع صوت الباب يندق، ولما راحت على مود تفتح الباب تتفاجأ لما تشوف القس وهو متحول الى روح شريرة. فالقس يقول لها انه اني جاي على مود روح بنتك، فميا تخاف وتروح على بنتها، بس فجأة هي تتفاجأ لما ما تلقى بنتها بمكانها. فايفلين طلبت من ميا انه تروح وتنادي زوجها، وباثناء ما دا يحكي تنزل روح شريرة من السقف وتسحب ايفلين للغرفة وتغلق الباب. وبهاي الاثناء ميا تسمع صوت بنتها وهي جاي تبكي، فميا بسرعة راحت على مود تشوف بنتها، لكن هي تلقاها مرمية على الارض. ولما شالتها تتفاجأ لما تشوفها لعبة، فميا فقدت اعصابها بسبب الشيء اللي جاي يصير وياها. وهنا ميا قررت انه تقدم روحها كقربان للشيطان على مود يعوفون بنتها الوحيدة. وبالفعل ميا توقف على حافة الشباك وهي كانت على وشك انه ترمي نفسها، لكن يجي جون بالوقت المناسب وينقذها. وفجأة هم يشوفون ايفلين وهي حاضنة الدمية، فايفلين تقول لهم انه انا عايشة وحيدة بهاي الدنيا بعد موت ابني وزوجي، وانا راح اقدم روحي قربان للشيطان على مود انقذ بنتكم. وبالفعل ايفلين ترمي نفسها من على الشباك وعلى اثرها هي تموت. وبعدها هم يسمعون صوت بنتهم، ولما راحوا عليها يشوفوها بالسرير مالتها، وهم كانوا فرحانين وحزينين بنفس الوقت. وهم فرحوا لانه رجعت لهم بنتهم الوحيدة بسلامة، وحزينين على موت جارتهم ايفلين الوفية. وبعد مرور فترة زمنية طويلة يشوفهم القس ويسألهم عن الدمية، فيرد عليه جون ويقول له انه بعد موت ايفلين الدمية اختفت وياها. فالقس يرد عليهم ويقول لهم انه الدمية انابيل حاليا جاي يدور على عائلة ثانية على مود تقتلهم، وايضا على مود تاخذ من عندهم شخص كقربان للشيطان، ويقول لهم انه من المستحيل الروح الشريرة اللي داخل الدمية تطلع. وهسه يشوف الدمية وهي بمحل العاب، وبهاي اللحظة تجي امرأة كبيرة بالعمر وهي تشتري اللعبة. وبعد مرور السنوات يتم حجز الدمية داخل صندوق من القزاز المقوى، ونعرف انه هذا الصندوق هو ملك الاثنين من المحققين، ونعرف انه الاول هو اسمه ايد، اما الثاني فهي بنية واللي يكون اسمها لورين. وهل يا ترى الدمية انابيل راح تستحوذ على عائلة ثانية وتحول حياتهم الى جحيم؟ هذا اللي راح نعرفه بالجزء الثاني. وحسب ما قيل انه قصة الفيلم هي مستوحاة من قصة حقيقية. ولهنا
هنا تكون نهاية الجزء الأول، وانتظرونا بالجزء الجديد. تقدرون تتابعون قناتنا الثانية الخاصة بالأفلام والمسلسلات الكورية والآسيوية، واللي يكون اسمها مستر كوريا. مشاهدة ممتعة.